بون في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل في حلقة 13 ديسمبر 2022 من برنامج 90 دقيقة. معكم أنا فيزر العرفاوي من وراء الميكرو في تعويض زميلتي خلود مبروك. ترجعنا إن شاء الله غدوة. نرجع في حلقتنا لليوم على تصريح الخبير الاقتصادي عزين سعيدين اللي قال أنه 15% هي نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. باش نرجعوا على بطاقة جلب دولية في حق ولد رئيس حزب بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وإيقاف عنصر تكفيري تلقى تكوين دروس نظرية بكل أريحية حول كيفية صنع المتفجرات وإعداد السموم للاغتيالات. باش نرجعوا على بيان اتحاد الشغل اللي يبدو شديد اللهجة بخصوص تصريحات محافظ البنك المركزي وبعض المسؤولين في الدولة. وأحلم باش تحللنا الدوسي على حاجة خطيرة وهي تصريح يقول أنه 30% من الأبقار تعاني عفونا وعافيكم الله من مرض السل. أنتم تسمعون في 90 دقيقة. يرافقني سفيان بن حميدة، مرحبا بك. وفي الطريق كالعادة روتار ديما طارق الكحلاوي منورنا مشرفنا. سامحوني على صوتي، نعرفوا باللي باش نبدا ما كانش في البرنامج باش نحكيو على قلة المعلومة الموجودة من الوزارة المعنية بخصوص اللي نشوفوهم اليوم سفيان الغريب، ونشوفوا قاعدين نشوفوا في أنواع فيروسات مختلفة وجديدة اليوم على تونسي. ثم زاد البارح أنا عملت جولة بيرسونيلمون، مشيت نلوج على الدواء نلقى اشتر الدويات ما فماش، العباد الكل تتشكى قعدوا يتشكيو، صفوف طويلة وعريضة اليوم راوها قدام ليزيجونس، صفوف طويلة وعريضة زاد قدام لكابيني نتاع لي بيدياتر. سامحوني أنا ما كانش في البرنامج باش نحكي، أما تلمون شفت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات عباد تندد، عباد تقول ما عادش عندنا بلاصة اليوم في الأورجونس، يمشيو للأورجونس لا يلقاو أكسجين لصغارهم. نعرفوا اللي الفيروسات هذية حسب الأطباء اللي تحصلنا عليها تقول اللي هي تمس أكثر فئة الرضع وتكون مخترة على الجهاز التنفسي. دونك ثم عباد ما تنجمش تمشي للبريفي، تمشي اللي هو حق مكتسب بالنسبة للتونسي، تمشي للمستشفيات العمومية. اليوم ما تلقاش بلاصة خاطر ما فماش أي ما تلقاش بلاصة وما تلقاش العباد، لأنه الطب معناها في حاجة ليزيرجونس أنه يتم تدعيمهم بالبرسونيل، كسوا البرسونيل ميديكال طب وإلا الباراميديكال فرمليات. ثم أنه ما تلقاش الماتريال، ما تلقاش كي تعمل تحليل معناها وساعة ساعة تحليل يرجع يقعد بالأربع خمسة سوايع باش يعاود يرجع. هذا إذا فما إمكانية للقيام به، هذا إذا ما يقولوا لكش برا مش يعملوا البرا ويجي وارجع لنا. دونك احنا نعيشوا في وضعية اللي تقريبا من بداية نهاية الخمسينات وبداية الستينات ما عرفناهاش. هذا النقص الفادح في الدويات، نقص الفادح في الإمكانيات نتاع الصحة. ثم جات في بريود اللي وقت الكورونا مجاونا هبات احنا نتاع أكسجين وجاونا هبات، هذاك الهبات اللي جاونا معناها لمواجهة الكورونا الكوفيد 19. لكن احنا اليوم قدام دي فيروس اربع فيروسات جدد اللي حسب اللي ايوه اللي كانوا راقدين وقت الكورونا. اللي حسب ما قالوا لي بعض المختصين في الصحه، قالوا لي الفتره نتاع اللي تلهينا بها الكورونا، نزلوا بها على الكورونا لي فيروس هذوكم، خذاو الوقت باش يسترجعوا هما صحتهم. وبدونتنا احنا لا ميموار نتاعهم في مواجهة سي فيروس لا نقصت، لانه طولت عليهم المدة. دونك رجعوا تري فيرولون توا. قدام هذايا يا سيدي كي ما عندناش امكانيات على الاقل نعملوا دي كومباني دانفورماسيون. اور حتى على المستوى هذا وزارة الصحة مقصرة، حتى على المستوى متاع إعلام المواطنين وزارة الصحة مقصرة. وأنا ديما نقول الدولة اللي
من مهامها الأساسية هي الصحة والتعليم والنقل، وما تقومش بهذه المهام ما تستحقش باش تسمى دولة. طارق جوست دخلنا السوجي معناها يعني ما كانش في الـ في الـ في الـ ما كانش في البرنامج، لكن حكينا عليه بحكم انا اللي شفته من تجربتي الخاصه البارح، وشفت عبيد تتشكى، شفت صفوف طويله، شفت عبيد ماهيش لاقيه دواء لصغارها، ما فماش مفقود، تمشي فارماسي ثم دواء لازم يتعطى باش الصغير يتنفس بالكدا، ما فماش ما فماش ما فماش انفورماسيون اليوم. هو لا هو واضح فما مشكله على مستوى اللوجستي وعلى مستوى اتصالي، لكن الاهم هو اللوجستي الفعلي معناها. الاتصالي فينالمون مهم انه يعملوا كوميونيكاسيون يقولوا شنو اللي مفماش وشنو اللي فما، لكن المشكل الرئيسي هو اللي فما نقص واضح معناتها، يعني نشوفوا فيه في سلسله الامدادات في كل شيء، مش كان في الدويات، في اكثر من موضوع. الحليب توها متواصل عنده درا قداش، المساله اكبر من مجرد حكايه الدويات، المساله في علاقه بال كيف ما تقول التسيير العام، فما مشكل حقيقي معناتها. وما نتصورش اللي الحكايه خاصه بمؤسسه دون اخرى، فما مشكل على مستوى التسيير العام للدوله. البارح انا نقرا في ستاتيو نتاع احد الاصدقاء في معهد المحاماه، ما عندهمش توا مدير المعهد وكاتب عام للمعهد باش يتصرف في الاشياء البازيك معناها، مؤسسه بدون مدير وقيس على ذلك. اليوم كي انا نشوف ونتصفح وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الموجوده يقول لك اعطيونا المعلومه شنو قاعد يصير معانا. معناتها وزاره الصحه ماهيش قاعده تجاوب فيهم. وزاره الصحه ما هم قالوا لكش احنا عطينا المعلومه شنو لي فيروس هذوما مدى خطورتهم، خلينا ناخذوا احتياطاتنا. معناتها نصور هي نسبه العدوى. انا توا المده اللي فاتت سمعت لي صارت اعفاءات، ما زلت ما نعرفش فما مؤكده ولا في علاقه بالهشمي الوزير. نشوفوا الوزير خاطر ثم تعطيل كلي على المعلومه. لا هذيك اشاعه، لانه بعد الخبر اللي خرج هذاك شفت تصريح للهاشمي الوزير. اي لا دوتوريكا دونك توا الاعفاءات تنجم تصير هكا معناتها بدون ساعات تعويضات، لكن في جميع الاحوال فما ناس في بلايصها ولا ما فماش، فما مشكل على مستوى التسيير. هي واضح هي القروضات، قروضات من برا تتاخذ من غير اعلان. هو راهو انتر بارونتيز في علاقه بالموضوع هذاك، هو موجود معناتها القرض خرج في الرايد الرسمي، اما راهو عندنا مشكل في نشر الاتفاقات والمعاهدات مش توا، عنده سنوات وهذا مشكل حقيقي معناتها، اللي نحن ما نعرفوش تفاصيل اي معاهده واتفاقيه نتاع قرض، عندنا كل خبر يخرج قديش وساعات ما غير قديش. نسكروا القوس بالنسبه لهذا، ان شاء الله في الايام الجايه نلقاو اجابه من طرف سلطه الاشراف اللي هي وزاره الصحه، ان شاء الله تجاوبنا، ان شاء الله نلقاو اجابه. بمباشره نستسمعك عندي ضيف عبر الهاتف اللي هو الخبير الاقتصادي سي عز الدين سعيدين. اليوم ياكد للشارع المغاربي سي عز الدين انه 15% هي نسبه ارتفاع اسعار المواد الغذائيه، وتونس تدخل رسميا دوامه التضخم. مرحبا بك سي عز الدين. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا سي عز الدين، النسبه هذه 15% كيفاش تم احتسابها، وبالنسبه لارتفاع الاسعار في انا مده في قداش معناها 15% ارتفعت الاسعار المواد الغذائيه، كانت تفسر لنا خاطر التونسي اليوم تقول 15% راهي نسبه ارتفاع اسعار المواد الغذائيه راهي تفجع. هو هذا الواقع نتاعنا بالضبط، لانه نسبه التضخم البالي المعدل هي 9.8، ولكن مهم جدا ان ندخل في تفاصيل هذه النسبه كما نشوف الارقام اللي نشرها المعهد الوطني للاحصاء نفسه. في نفس التقرير المعهد الوطني للاحصاء يقول راهو نسبه التضخم بالنسبه للمواد الغذائيه هي 15.1%، يقول اكثر من هكا، يقول ان نسبه التضخم بالنسبه للمواد الغذائيه الغير مؤطره، معنا نحيو منها اللي فيهم صندوق الدعم، المواد الغذائيه الاخرى الكل هي 17.9%، ولذا راهو يبدو انه التضخم المالي خرج فعلا عن السيطره في تونس، واصبح يغذي نفسه بنفسه. الدوله مجبوره تزيد في المحروقات، المحروقات تاثر لكلفه الانتاج، كلفه الانتاج تعطينا اسعار جديده، وهكذا دواليك، البنك المركزي يزيد في سعر فائد المديري، يزيد في كلفه الانتاج، يزيد وبالتالي اصبح يغذي نفسه بنفسه، وهذا هو الخطير جدا، خاصه وانه التضخم المالي في تونس راهو يتزامن
مع ركود اقتصادي وهذا الخطير. وهنا اللي يعملوا في المقارنات مع بلدان اخرى يقول لك مش كان تونس راه في العالم الكل راهي مقارنات لا تستقيم، لان يعني البلدان اللي نحكيوا عليها راه فيها نسب نمو عاليه وفيها نسب نتاع بطاله متدنيه جدا وعندهم نسب فائده مثال في مستوى 2-2.5% بينما نحن نسبه فائده المديريه اليوم 7.75% وما عندناش استثمار، ما عندناش نمو اقتصادي، وعندنا ما يسمى بالعجزين المتلازمين لديفيسيت جومو اللي هو يخوفوا برشا، هو عجز ميزانيه الدوله متزامن مع عجز كبير في ميزان الدفعات. اليوم المعهد الوطني للاحصاء عطانا الارقام الجديده تاع الميزان التجاري، العجز ب 23.3 مليار دينار في نهايه شهر نوفمبر، رقم غير مسبوق في تاريخ تونس. مع العلم ان العجز هذا ما يتغطى الا بالعمله الاجنبيه، هذه التجاره خارجيه ما يتغطى الا بالعمله. فبالتالي سؤالات كبيره، فين ماشيين باقتصادنا؟ وقتاش باش نفيقوا ونبداو ندخلوا في اصلاحات حقيقيه اللي باش توقف الدوامه هذه نتاع التدخل المالي، باش توقف الدوامه نتاع التداول، باش توقف الدوامه نتاع العجز نتاع الميزان التجاري وعجز ميزان الدفعات بصفه عامه، كلها سؤالات مطروحه ومع الاسف ما عندناش اجوبه لهذه الاسئله. للتفاعل نرش طارق ولا سفيان عندكمش؟ هو جوست مرحبا سي عز الدين، جوست نتفاعل معاك في علاقه هو لا محاله اللي عندها توا يظهر لي شهرين او ثلاثه 13%، دونك مش بعيده برشا وقاعده تزيد بشوي بشوي بالنسبه لاسعار المواد الغذائيه. هذيك نسبه التضخم العامه مازالت تحت 10% 9.8 راهي مرتفعه جدا. نعرف نعرف، لا قلت لك هي مرتفعه عندها مده، كانت 13% ولا 15%، معناها فيه 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 نوع من 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 التحليل الغير صحيح. لا لا قلت لك هي ما كانت 13 ولا 15، متفقين هي مرتفعه. متفقين سي انا جوست قاعد نذكر لك في الارقام، مش قاعد نقول لك الرقم هذا، الرقم هذا منشور معروف كيف ايه. الرقم الاخر 13% في المواد الغذائيه كيف كيف معروف، معناتها بتاع نفس ايه. النسبه هذه في نحكي لك شهر اكتوبر وشهر نوفمبر يعني اللي فات. ايوه انا فقط نحب نسالك على التفاعل، سمعت انا مروان العباسي يجاوب على بعض الانتقادات اللي صارت المدة اللي فاتت، وقال مثلا اللي الناس اللي تنتقد في طريقة تصرفنا مع الوضع الحالي خاصة في رفع نسبة الفائدة المديرية راه ما فماش حلول أخرى، هذاك الحل الوحيد اللي عندنا في دينا. انت كيفاش ترى الجواب؟ لا فما حلول أخرى، لأنه باش نتعاملوا مع التضخم المالي أهم شيء وأول شيء نفهموا المصدر نتاعو منين جاي. احنا عندنا جزء كبير من التضخم المالي جاي ما يسمى بالتضخم المستورد، وقت اللي ارتفع سعر برميل النفط في العالم يؤثر على كلفة الانتاج في تونس ويؤثر على نسبة التضخم المالي مباشرة، وقت اللي ارتفع سعر الحبوب في تونس ايضا يؤثر على التضخم المالي في تونس. هذا ما تنجمش تقاومه بالترفيع في نسبة الفائدة، تقاومه بسياسات اقتصادية. تسأل نفسك علاش تونس عندها كل هذه التبعية للخارج الان في يخص الطاقة، بينما في 2010 كنا نغطيه 95% من حاجاتنا، اليوم نغطيه أقل من 50%. كنا الآن نستورد 60% من حاجاتنا من الحبوب، علاش 60%؟ علاش كنا نزرع 1,500,000 هكتار من الحبوب في 2010 اليوم 950,000 هكتار؟ كل هذه سؤالات اللي باش نجموا نقاوموا التضخم فعلا، فما نوع أو جزء من التضخم ما تنجمش تقاومه بسعر الفائدة. كيف تزيد في سعر الفائدة أنت غذيت التضخم المالي، وهذا الذي حصل في الزيادة الأخيرة. كلفة الإنتاج في المؤسسات الاقتصادية ارتفعت لأن كلفة التمويل نتاعها ارتفعت، وبالتالي كلها قاعدة تزيد في الأسعار نتاعها وتغذي في التضخم المالي. شكرا لك سي عز الدين، معك سفيان بن حميدة للتفاعل. عندك أي سي عز الدين؟ أنا أنت قلت أنه فما طرق أخرى لمواجهة التضخم. نعم. أنا متفق معك من غير ما ندخل في الأمور التقنية. نعم. فقط فما الملاحظة، تو أنت جي البنك المركزي زاد في نسبة الفائدة المديرية المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة. نعم. والمرة الرابعة. نعم. وفي كل مرة ما تعطي نتائج عكسية، أي أن التضخم يزيد يرتفع. اي ماشي في نفس المنهج، كيفاش؟ ما فما غلطة كالكبار، فما غلطة، فما غلطة في التمشي، غلطة منهجية يعني. صحيح، غلطة في تحليل مصدر التضخم المالي، ما هو مصدره، ما هي نوعيته، وكيف يمكن المعالجة نتاعه. هذه الأسئلة اللي في السياسة النقدية لابد من طرحها قبل اتخاذ أي قرار
في الظرفيه والتخفيض في نسبه الفائده. راهو قرارات هذه مصيريه مهمه جدا وعندها تاثير مباشر على الاقتصاد بصفه عامه. اليوم عندنا اشكال كبير جدا في غياب الاستثمار في تونس. وقت باش نرفعها في نسبه الفائده يعني مؤكد انه باش نجعل عمليه الاستثمار اصعب واصعب باش تصبح مكلفه. فلازمنا نفكروا دائما اي خطوه نخطوها في ميدان السياسه النقديه لازمنا نحسبوا ما هي تبعاتها وما هو تاثيرها على بقيه الاقتصاد، لان السياسه النقديه اما ان تكون في خدمه الاقتصاد والا فلا فائده منها. شنو معناها اما ان تكون في خدمه الاقتصاد او والا فلا فائده منها؟ لا 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 معناها يلزم تكون او في او تكون في خدمه شكون؟ شنو ما هي الجهه؟ لانه انا اقول لك بكل صراحه اتساءل هل ان سياسه البنك المركزي التونسي هي سياسه مستقله فعلا كما ينص على ذلك القانون الاساسي، والا هي سياسه متاثره اذا لم تكن تحت ضغط صندوق النقد الدولي. مش كان صندوق النقد الدولي، انا كنت قلت في الزياده الاخيره كنت عندكم في افام قلت كيف تحلل بالضبط من المستفيد الوحيد من هذه الزياده في سعر الفائده المديري الان وفي هذه الظروف هو الجهاز البنكي لا غير. كل الاقتصاد يتاثر سلبا، المواطن التونسي يتاثر سلبا، المدخر التونسي الضعيف يدخر يتاثر سلبا، ثم الا البنوك استفادت من هذه الزيادات في هذا الوضع بالذات. فبالتالي معناها لازمنا نتالو كل تحرك في ميدان السياسه النقديه راهو عنده تبعات كبيره جدا وقويه ياسر، لازم نفهموها قبل ما ناخذوا اي قرار في هذا الميدان. شكرا لك سي عز الدين سعيدين على كل جديد. التوضيحات هذه شكرا لك، عايشك. بعد شوية مكملين في 90 دقيقة مع خلود المبروك على إيفام أحلى غاديو 90 دقيقة. مرحبا بكم في حلقة جديدة في 90 دقيقة، شكرا لكم على المتابعة. احنا كنا نحكي على الأرقام تاع التضخم والارتفاع مواد الاستهلاكية، باش نمشي مباشرة ثم أخبار الحقيقة أنا شدت انتباهي واستغرابي في الآن نفسه. ورود زوز بطاقات جلب دولية، واحدة منهم ضد ولد رئيس حزب سياسي من طرف الباحث في المحكمة الابتدائية في القصرين في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، هذه الأولى. وعندنا أخبار زيد يقول اللي الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تتمكن من الكشف على عنصر تكفيري بيع تنظيم داعش الإرهابي وينشط قاعد ينشط عبر الفضاء الافتراضي وتلقى تكوين في مجال إعداد السموم وصنع المتفجرات لتحضير عمل نوعي، كما تمكنت الوحدة الأمنية من كشف وإيقاف عنصر إرهابي ثاني تلقى دروس زيد هو عسكرية نظرية حول كيفية صنع الأحزمة المتفجرة والعبوات الناسفة والتدريب على تنفيذ الاغتيالات بالأسلحة البيضاء في إطار التحذير للالتحاق ببؤر التوتر. هذا شنو صاير اليوم في الفضاء الافتراضي؟ معني شنو لا هو لا هو موضوع ذي قديم يعني لكن يعني في التلقي دروس النظرية فما دي بلاتفورم متاع توفر دروس وكتب دير العملية الشهيرة متاع جربة ضد الغريبة، المجموعة اللي قامت بها في 2002 نهنا نحكيو، المجموعة اللي قامت بها أحد مستندات الرئيسية في المحاكمة هما الحاجات اللي طبعوها من معناها من الإنترنت باش تعلموا كيفاش يعملوا متفجرات بشكل يدوي. كيفاش؟ اليوم 2022 هي 2022 معناتها الفكرة بتاع إنه ماهوش موجود ناس مازالت عندها اهتمام ورغبة في الالتحاق طبعا موجود، مش معناتها راو نقصت العملية الارهابية وصلت تقريبا نسبة صفر معناتها الرغبة ذيك مش موجودة. وهذه اللي حكينا فيه اكل نهار اللي راهو يلزم التصرف في الموضوع ذي على اساس انه ديما نكونوا متهيئين وديما نكونوا موجود، وذيك علاش يلزم مقاربة استراتيجية مش مقاربة امنية مش ترد الفعل او حتى تستبق في علاقة بالجانب الامني، فما يلزم مقاربة متعددة الاوجه وموجودة على المستوى النظري سور بلان في الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الارهاب. لكن اللجنه الوطنيه كيما جبدنا قبيليك على مؤسسات بدون مديرين الى حد الان، اللجنه الوطنيه لمكافحه الارهاب فيها طبعا نائبه الرئيس اللي هي قاضيه لكن ما فماش رئيس،
ما فماش رئيس حاليا، هي نائبة رئيس تسير بشكل مؤقت. الاطمئنان ما لازمش يكون من ناحية بالطبيعة يعني. بالطبيعة قاعد الأمن يقوم بعملية استباقية ويراقب ويعمل عملية استعلاماتية في الفضاء الافتراضي، لكن طبعا ما يكفيش، يلزم فماش نظرة استراتيجية مع أنت يلزم مقاربة أشمل من هكاك تمشي لما هو علاش نشوف علاش الجانب النظري هذا مازال موجود، علاش فما مازال اهتمام، ويلزم يتفرك البروفيل هذايا نتاع الناس اللي تشدت وتشاف علاش تفل في العمر هذاك ولا شخص في العمر هذاك يمشي، وشنو هي الاسباب اللي ادات. والناس اللي المره اللي فاتت قلت فما ناس مش تخرج بالسجن في 2023، كيفاش باش يتم التعامل معها الناس هذيك، كيفاش باش معناتها يتم متابعه وضعها هذايا هو. اما انه باش يقعد ديما عندك ماكش باش توصل، فما حتى مجتمع المره اللي فاتت توا نحن عندنا يعني التطرف العنيف ذي الطابع الديني. أيه. في دول أخرى فما ذي الطابع القومي كنهار في ألمانيا. ألمانيا معناتها بظروفها ووضعها والقوة الألمانية وكذا، عندك خلايا معناتها تحاول تخترق الجيش والشرطة الألمانية باش تعمل لك انقلاب ضد الأجهزة. صحيح ما زالت مجموعات صغيرة ومش بالضرورة قادرة تعمل انقلابات عسكرية، لكن حتى في ألمانيا دولة كيملكيكي تلقى دونك الرغبة نحو التطرف العنيف هذه حاجة موجودة في كل المجتمعات، وما يزمليش يتعاملوا معها نستيكين وكذا الاطمئنان اللي انتهى الموضوع اللي باش يقعد موجود. أما القضية الأولى اللي جبتها موضوع آخر هذاك موضوع معناتها ابن رئيس يعني حركة النهضة في علاقة بالقسرين، أنه حكيتك المظاهرات اللي خرجت واللي مازال ما عناش حتى تفاصيل حول أنه راهو صارت معناتها احتجاجات في أحد الأحياء الشعبية في القسرين من بتمويل مالي، مازال ما عناش تفاصيل. تم طلب جلب لأنه هو مش موجود في تونس دونك للتحقيق معاه، لكن تفاصيل الملف غير واضحة إلى حد الآن. يعني اللي عندنا جوست يقول لك ثم 3 اشخاص بحاله معناها بحاله ايقاف، امراه بحاله سراح، وزوج اشخاص بحاله فرار. هذيا اللي هما خارج التراب التونسي يعني اللي عندنا يعني نمشيو ديريكتومون الى بيان اتحاد الشغل اللي ينفي معرفته بما ابرمته الحكومه مع صندوق النقد الدولي. دعا زاد الاطلاع على العقود السريه بين الحكومه والدوائر الماليه العالميه، ووضح انه غير ملزم باتفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب. اليوم يبدو لي انه البيان ولهجه الاتحاد ماشيه وتتصاعد، ماشيه وتكون اعنف ربما. سفيان لا ماهيش أعرف هذيك موقف أما لأنه شديدة نوعا ما، شديدة لخطورة الوضع. لأنه شو وليت معناها توا كان نرجعوا التطور الأمور. في الأول قالوا احنا باش نمشيو ونحبوا نتعاملوا مع الاتحاد مع شركاء الاجتماعيين باش نمشيو يد واحدة للصندوق النقد. عملوا اجتماع وحيد، حكاوا في عموميات، خذاوا به تصاور، عملوا به تصاور، صار فيه اتفاق نوايا اي رانا باش نخدموا مع بعضنا. هزوها كالاتفاق نوايا ذاك على اساس شيكون بلان خذاوها من الشركاء الاجتماعيين. بعد ما عادش فما علاقات، قطعوا العلاقات مع الاتحاد الى حين قروب ذهابهم الى نيويورك المرة اللي فاتت. عاودوا عملوا اجتماع ووقعوا اتفاقية متاع زيادة في اجور وكذا متاع اللي هي اتفاقية الحد الادنى. والاتحاد لأنه في باله أنه عندهم صعوبات في المفاوضات وكذا، ولأنه في باله بالوضع الاقتصادي متاع البلاد، قبل هذه الاتفاقية التي لا تلبي كل مطالب الأجراء، لكن تقول لك بعض الخسارة ولا خسارة كلها. أي. إن هات شوية خير من اللي ما فما حد شيء. اي شكلا احنا نشوف اليوم اليوم شنو اللي صار. اللي صار هو انه اللغه تبدلت، انهم ولاوا في على مستوى الحكومي يقولوا او هذا اللي يحيوا به انه الاتحاد راهو موافق ومشى معنا، هو متفق معنا في البرنامج اللي احنا قدمناه. اش معناها الحكومه اليوم تحب تورط الاتحاد؟ تحب تخلق القطيعه
ما بين الاتحاد وقواعده. تحب والاتحاد يلقى روحه في وضع متاع انه لا لا ساعة ايجا نتفهمه او انا شعتيتكم وانتم ما شقلتوا لي. والاتحاد كم انه ما عندوش شنو اللي يخبيه. يا وقال لك يا سيدي انت وزير المالية وزيرة المالية وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي راكم تكذبوا علي. انا باش نقعد نستنى في وزيرة المالية وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي باش يردوا على هذا الاتهام الصريح والمكتوب والموثق. واذا ما يردوش معناها انه الاتحاد عندهم الحق وانهم فعلا كذبوا عليه. طارق والله سي تري امبورطون البيان نتاع البارح لانه يعني اللهجه تحسها معناتها حاده معناتها واضح وتكذيب معناتها بشكل مباشر لي معناتها وزراء اساسيين في الحكومه وخاصه يعني وزراء المتعلقين بالجانب المالي والاقتصادي وبدات تسخن هالعركه بين الاتحاد والحكومه في علاقه باتفاق صندوق النقد الدولي حتى شكلا نفى رفض ينبه مماطله وتحذير اي واضح اللهجه حاده. اما مره اخرى نعاود ونقول اللي هذيا في علاقه بشكون في علاقه بالحكومه. المره اللي فاتت الطلب الرئيسي مش في علاقه بالرئيس يعني يعني فما حدود فما سقف لتصعيد الاتحاد. السقف هو الحكومة. العلاقة بالرئيس مازال مش واضحة. ربما داير المرة اللي فاتت شتخال شنو الطلب الرئيسي عمليا بعد الخطاب الكل والكلام الكل هو تغيير الحكومة. يعني رئيس يعني نحن معنيش شكون مش غير الحكومة مش غيرها رئيس. يعني في النهاية هذه حكومته هو. يعني الاتحاد مازال يحسب في علاقة بالعلاقة مع الرئيس انه يعتبر العلاقة مع الرئيس علاقة هذيك يلزمها تبقى غير متوترة قائمة الذات خط متواصل مع الرئيس لكن يحب يركز عركته في علاقة بالحكومة خاصة في علاقة ومرة اخرى حتى العركة مع الحكومة فيها سقف يذن النضراب مازال مش مطروح توا يلزم الهيئة الإدارية اخر ديسمبر ومن بعد باش تقرر وقتاش وتسيتيرا دونك مازالت معركة محسوبة رغم ارتفاع اللهجة وارتفاع الصوت. جيتنا حلومة حليم العبدلي باش تحل اليوم على دوسي على تصريح خطير وخطير برشا هو تصريح عميد الأطباء البياطرة اللي يقول انه 30% من قطيع الأبقار التونسية يعاني من عافانا وعافيكم الله مرض السل. بالفعل عميد الأطباء اليوم أحمد رجب مشكورين الزملاء في الشارع المغاربي حلوا الدوسي هذا وإحنا على ضوء المقال اللي ورد في الجريدة في الأسبوعية اتصلنا بالعميد باش نفهموا أكثر. إحنا نعرفوا اللي عنا برشا مصايب وكوارث اليوم في تونس معناها منين باش تشدها كل مرة حاجة جديدة. العميد أحمد رجب وقت اللي كلمته بالتليفون باش نحكيه وعميد الأطباء البياطرة التونسة باش نحكيه على الموضوع هذا قال 30% قال لي يا ريت 30% قال لي الموضوع يتجاوز اكثر من 30% برشا مش عند الحيوانات اكهوا اللي هو شيء مؤلم جدا لو انه حيوان يكون يعاني من المرض ذي خطر. بطبيعه الحيوانات زاد عندهم الحق في الحياه وعندهم الحق في الصحه كيف ما بقيه مكونات الكوكب اللي احنا نسكنه فيه ولا احنا نعيشه فيه. يقول انه الاف الاصابات زاد عند المواطنين وانه الانبوبه تشعل حمراء واللي احنا قلنا للسلطه مرارا وتكرارا لكن لا من مجيب. يقول يأكد العميد أحمد رجب وأنه أكثر الإصابات بالسل الخارجة الرئة اللي موجودة حالتها بالألف عند المواطنين هي تجي تتنقلهم أو تنقل لهم العدوى من عند الحيوانات. نسمعوا عميد البياطرة ونرجعوا. فات 30% راه شوي نجم يكون حتى اكثر. والخطوره هنا ما هيش حكايه 30% اللي هنا المنظمه العالميه للصحه تنص لان 80% من السل خارج الرئه لدى الانسان هو من اصل حيواني وعدد الحالات عدد حالات السل لدى الانسان خارج الرئه بالالاف وهاجة دي جاهز من نعرفوها حتى كي نلقوا في الإدارة موجودة ألف طول نقولوا راهو العدد دي لازمنا نضربوه في ثلاثة ولا أربعة باش نعرفوا الواقع خاطر طول ثم تراخي في الديكلاراسيون هذه معروفة بالأمراض الكل
معناها كي نبدا نلقوا 1000 حط راهو ثم 3000. دونك لهنا السل راهو موجود، راهو مرض خطير يتسبب في كوارث مجتمعيه. نعرفوا مثلت انك العقليه راهو ناريالمون صحاب يطب، ثم رجال يحب يطلق مرته على خاطر عضب الشوكه معاه يقول لك لا مريضه بالسل، يا طبيب اعطيني التستاسيون اللي هي مريضه. هذه حالات وقعت وطب اصحابي يحكوا لي عليها. هي راي لهنا هذه الوقايه خير من العلاج. دونك هذه الامراض راي لدى الحيوان وتتنقل للانسان. دونك السلطه اللي اتجهنا لها هنا وزاره الفلاحه، مع الاسف مع الاسف ثم برشا تراخي برشا تراخي وبرشا تعامل باستهتار. معناها ديجا ها هو علاش كتبت، خاطر ديجا البارح بارك كثيرين يا ولدي خلينا نلموا المواضيع ووقفوا، لا يدخل فيه اعلام، لا تفضل اعمل اللي تحب بالمنطق هذا المرزي. دونك باش نبدو واضحين، وثما برشا تراخي وثما ديجا نعطيك التوكيل الصحي في المهديه معطل. شكون معطل؟ السيد المندوب نتاع المهديه وعنده مستقبل تو يترقى، كان ما ولاش حاجه كبيره، خاطر بارامولي عطل في تونس يترقى اللي عطل على مسؤوليتي. اي يقول عميد البياترة اللي عطل في تونس يترقى. هذايا كلام خطير وخطير برشا نسمعوه من عند تقريبا أعلى مركز في هذا القطاع الحساس والحساس جدا. العميد أحمد رجب بيش يفسرنا شو معناها التوكيل الصحي وشنو اللي ينجم أو ينتج على أنه التوكيل الصحي هذا يتعطل. نسمعه. عندنا توكيل صحي الدولة عطيته وثم سادة وسيدات يعطلوا فيه، يا نعطيه لحبابي وأصحابي يا ما نعطوش. التوكيل الصحي هي هذه الدولة تعطي للطبيب البيطري الخاص مقابل مادي باش يقوم بتلقيح الحيوانات. دونك الطبيب البيطري يقوم بتلقيح الحيوانات لدى الأشخاص مقابل من الدولة. مثلا عندنا 3 أطباء بياطرة في المهدية معطلين، وزيد التعالى لأن العمادة تعطل فيهم. العمادة علاش ما صححناش في الأخر؟ على خاطر حبوا ينحوا الواحد ظلما وبهتان ويعطوا الجوز. دونك احنا تبعت لي بي في فيه 3 وصارت لجنة فيها 3 تعطي للثلاثة، ما نبلوش نعطوا لحبابنا وصحابنا ونسكروا على الباقي. ما نعرفش اسألوه هو كعطيتك مثلا في المهدية تمشوا تفضلوا تسألوه. الطبيب البيطري يعمل الطبيب البيطري من الدولة تونه راو النقص اللي هنا، ثم نقص حاد في الأطباء البياطرة ونقص حاد في التوكيل الصحي. ما ننسوش لأن من 2015 ما ثماش انتدابات، وهنا تجي تقول لي لا نعطوا الأولوية لوزارة الصحة وزارة رو اللي هنا. صحيح وزارة الصحة عندها أولوية، من شكون اللي يعمل الوقاية؟ وزارة الفلاحة. يلزم وزارة الفلاحة يضربوا على الطاولة باش يفكوا. واضح اختيرة ياسر اختيرة، مش من اليوم، أنا من 2017 أنا نعيط وعملنا مؤتمرات وندوات صحفية. قداش بربي كيلو اللحم البقري اليوم؟ من 2017 من 2017 قداش كيلو اللحم البقري اليوم قاعد يتباع للمواطن في ظل هذه الكارثة اللي يقول اليوم عميد الأطباء البياطرة؟ أنا باش نقول كلمة نظرا لتجربة معناتها في عائلتي، أكفأ الأطباء البياطرة اليوم قاعدين يهاجروا، خاطر الناس مركزة على هجرة الأطباء العاديين، معناتها نتاعنا احنا على هجرة المهندسين والمختصين. موجة كبيرة متاع هجرة الأطباء البياطرة خاصة إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء، على خاطرهم غاديك مطلوبين برشا ويعطيوا فيهم في شهر تريبل اللبنانيين والأفارقة معتها دول متواطنين أفريقيا اللي عندهم مشاريع. ويعطوا أغلب الفيروسات جاية زيدة من الحيوانات وعندها نسبة عضوة كبيرة. نحكي لك على نحكي لك فيزا على الهجرة هذه الخطيرة جدا، هي هجرة أدمغة. أما هم الأدمغة الأطباء البياطرة اللي اليوم يقول لك احنا ما عندناش، عندنا شح في عدد الأطباء البياطرة. اليوم التوكيل صحي واقف خاطر عنا محاباة وفساد وعنا هذية أمن غذائي كما الأمن الصحي بالضبط. اليوم الأدمغة اللي باش نجم تكرس الأمن الغذائي هذية قاعدة تخرج وتهاجر من تونس، خاطر يا أما يخدموا في البريفي يستغلوهم ويخدموه 24 ساعة على 24 ساعة على خاطر زوز فرانك وقت اللي هو التكوين متاع الأطباء البياطرة في تونس راهو صعيب برشا ويقراوا برشا. وأنا عندي شكون في عائلتي يقراوا برشا وتكلفته على الدولة تكلفته على الدولة كبيرة. لكن الدولة الأخرى اليوم قاعدين يهاجروا والدولة ما يشتسمع فيه، ما يشتسمع يقول لك عميد البياطرة ما هو يشتسمع فيه. اليوم التوكيل الصحي معطل في جهة المهدية يقول لك خطر المندوب معطلوا لأنه فما سيفلين ما تحطش وإلا سيفلين ما تحطش. اليوم عنا ألاف القطعان اللي هي مريضة بالسل، واليوم ألاف الناس اللي هم مرضى بالسل، ونعرف خطورة المرض دي حتى على العائلات وعلى الأطفال وحتى على الأمن الصحي التونسي اللي اليوم اللي قلنا واحد من أبرز مقاومات لهم الأطباء البياطرة قاعدين يهجروا.
يخرجوا من تونس. سفيان اليوم امام الصمت هذا الكل امام يعني يقول لك راني نمشي لسلطه الاشراف اللي هي وزاره الفلاحه وماهيش تسمع فيا يا اخي. وزاره الصحه زيد يقول لك هما الفيزافي نتاعهم وزاره الفلاحه. الساعه وزاره الفلاحه ذي راهو سيتا مونستر في الـ في الـ في الهيكله نتاع البلاد. غول غول عندهم برشا كراهب. تعرف انه عندهم اكبر بارك نتاع كراهب في البلاد. عندهم اكثر عدد نتاع مديريه وزاره ثقيله عندهم أي. اكثر أي. ما وتجي في الاخر تلقى انه في الـ في الـ في, الـ في الامن نتاع الصابه معناها الحبوب مع البطاطا تلقانا أي. عندنا مشكل طيش البطاطا نطيش الحليب نطيش البرتقال نطيش لا عندها الخزن لا عندها الخزن لا عندها مش قاعده تعمل مش قاعده تعمل اش عملت لنا. جات في 2011-2012 دخلت اكل ال في حكومه الترويكا الخوانجيه الكل لمتهم غادي عندها ان توا وليت وزاره الفلاحه برا مشيو نهار الجمعه توا ما ندخلوش حاجه في حاجه برا مشيو تعداو قدام وزاره الفلاحه نهار الجمعه اللي تقول انت في ماشين العمره مش ماشين الخدمه ان راو وزاره الفلاحه وزاره يلزمها اليوم شنو حكيت العمر؟ تو نرجع لك لا ولا اللي فهمتها بالحق ما عادش عندنا برشا وقت باش نخلي لك وقت ما باش نقعدوا نحكيو على الغرفه الغرف السوداء ولا لا معناها كيف على اساس شنو لا بالحق ولا اللي فهمت ان نحب نربط بين العمر وزاره الفلاحه انت جيت روتار ما عندوش الحق يجاوب جيت روتار خليني نكمل لا سلب الموضوع اللي هو اليوم الالاف نتاع القطعان هذه المريضه اليوم بالسل وكذلك اليوم 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 وزارة الفلاحة عندها 7 سنين ما انتدبتش طبيب بيطري واحد. بعد 7 سنين يقولون أنهم عامر 23 باش ينتدبوا 22 أي أقل من عدد الولايات. باش تفهموا التوكيل راهو كي ما تعطيش توكيل توهم ثلاثة أطباء في ولاية كاملة. ولاية تناهي ولاية المهدية ولاية المهدية هي أكبر ولاية منتجة للأبقاء للحليب ولاية فلاحية بامتياز. إذا شنو معناها كي ما تعطيش توكيل وما عندكش أنت الإفكتيف نيسيسير معناها أنه المرض مش يزيد يتفشى والأمراض اليوم راو الانتقال الأمراض من الحيوان للبشر هو سبب اساسي من اسباب الامراض. وي. اول يوم رجع لنا مثلا مش نرجعوا لحكايه الفيروسات الاش ا ان ا لا غريب افيير اي رجعت لتونس اي اليوم اي منين جاي؟ ما جاي من الطيور اصل اصل نتاعها اي ذكرها وقتها ما صارش برشا تفشي ال 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 العمليه عملية مخترعة اللي قاعدين نعملوا فيه هو c'est une condamnation du peuple tunisien من وزارة اللي هي غول مسيب في البلاد يصرف وما نعرفوش علاش لانه ما نشوفوش النتائج نتاعو واللي تو كان جينا نشوفوا الفلاحة تحسنت وضعيتهم مع الوزارة هذه نقول باهي كان شفنا الأمن الغذائي متاعنا تحسن نقولوا بارك الله فيهم أما هذا حد شيء أمورنا تمشي وتتعب والوزارة هذه تمشي وتتضخم مش معناها السلطة سفيان ما تستمعش الحاجات خطيرة كيف من هكا من عند عميد الأطباء البياطرة راي حاجة مش معناتها يجيك إنسان عنده الصفة العلمية والصفة الأكاديمية ولا تحب أنت جي يعطيك تحذيرات من 2017 كيف من هذي ما هم علي خاطر ما هم علي خاطر فما في كل حاجة فما حاجة اسمها الارموني وسمعت الكلمة اللي قالها في التصريح نتاعو الانسجام قالوا له وزارة الفلاحة ما تسمعش عميد البياطرة لأنه رئيس الحكومة ما تسمعش من عند حتى حد لأنه رئيس الجمهورية ما يسمعش التوانسة فما ينارموني
اليوم لارموني سي لوتيزم ال 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 اللي نعيشه في نظام اون بول نتاع اوتيزم. سكرنا على رواحنا, ما عادش نسمعوا حد, ما عادش احنا نخمو في بول مسكر علينا مسكرة. شوف انا اللي يهمني في هذايا مش مع اهميه اللي قالوا توصفيه, اللي يهمني علاقه هذا بمنظومه الانتاج على خاطر لهنا هو المهم. يعني لهنا صحيح يلزم العنايه بالجانب الصحي وما يلزمش السل وكذا والحم مريض لكن كل ما عندك مثلا ابقار مرضى, ابقار معرضين للموت خاطر السل يهز الموت هذا, ومش بعدد نتاع 10 ولا 30% واحد على عدد 30% على الاقل. دونك لهنا علاقة هذا راه موضوع الطب البيطري هو مكون رئيسي في منظومة الانتاج. يعني ما نجموش كنا توا بدينا نحكيو قبيلة على التضخم, راه مسألة التضخم الارتفاع الأسعار هذا مربوط ببعض وراه عدم توفر الحليب هو يتوفر الأبقار, توفر الأبقار لازم دعم الفلاح, دعم فلاح يلزم عنده زادة يتلهى بالأبقار وصحة الأبقار. هذه منظومة الانتاج. دونك ماهيش فقط موضوع البيطري, موضوع البيطري سيبا هو الأهم في حد ذاته, معناه هو مرتبط بحاجة أهم متعلقة بموضوع الأسعار وموضوع. دونك لهنا كي باش نفهموا مشكلة الإنتاج ومشكلة التضخم هذه أحد مكوناتها. إذا كان ما فهمش لهوة لهنا ستنانديس اللي ما فهمش لهوة بالحاجات الأخرى بالعلف, مشكل العلف دونك هذا كان مربوط ايضا بمنظومه الانتاج. المشكل الاخر هو مشكل وضعيه الفلاح الميزانيه نتاعو وتوفير التمويل البنكي ليه. كي تهز نسبه الفائده المديريه ماكش باش توفر تمويل بنكي للفلاح الى اخره. يعني قضيه وظيفتنا اليوم احنا نحكيو فيه من المفروض انه سلطه الاشراف والوزاره المعنيه بالامر انها تحكي في الكلمه هذه. وزاره الفلاح غول ما نعرفوش قاعد يعمل, ما نجموش نخمو في المواضيع هذه بدون طريقه منظوماتيه سيستيميك. دونك انا نرجع الحاجه اللي قلتها قبيله, فما مشكله سيستيميك مش فما مشكله في علاقه مهمش شوف موضوع الدواء, موضوع الحليب, موضوع الطب البيطري, هذه فما هذا الكل فيه مشكل. دونك فما مشكل سيستيميك مش فما مشكل والإنتاجية. في كل شيء في كل شيء نقصد سيستيميك. دونك فما مشكل تسيير عام للدوله لهنا في الوقت اللي الرئيس علاش مشكل هو خذ في يده التسيير العام للدولة, عندنا مشكل في التسيير العام للدولة غياب إرادة يعني إرادة. الرئيس مركز كان على ما هو سياسي لي زيليكسيون الدستور الكذا هاو يخرج يتكلم الوقت. هاو شفني في المنيه لا يتكلم إيه مش ما لا لا في اطار حمله انتخابيه ما فيش انه يتكلم مرفوقا مرفوقا. تعرف يا سوفين الرئيس تكلم اكثر في المنيه لا في المنيه اربع مرات على الاحتكار والاسعار في المنيه لا مشى في اطار حمله انتخابيه مرفوقا بمرشح للانتخابات في دائره المنيه لا اي ما لهذا اللي عمله رئيس الجمهوريه غير قانوني. ومن المفروض انه الهيئه اللي لاهيه بالانتخابات اللي نصبها هي تاخذ موقف اذا كانت فعلا هيئه مستقله. بعد نصف الليل يظهر لي خرج توقيت الاداري دونك ممكن ما ينطبقش عليها القانون بتاع هيئه الانتخابات. نمشي وفاصل وبعد الفاصل نرجع لموضوع اخر. بعد شويه مكملين في 90 دقيقه مع خلود المبروك على اي اف ام احلى راديو. IFM World Cup تكونوا أول منتخب تحصل على كأس العالم. وقتاش تم إلغاء الهدف الذهبي؟ قديش عمر أصغر لاعب هز كأس العالم؟ أسئلة تنجم تسألهم كيما الجوجل. أما كيف تبدأ عندك جمعية حبال؟ جاوبك على أي سؤال. تبرنش مع IFM World Cup ليميسيون اللي فيها كل المعلومة الكروية والضحكة والجو ديكالي. IFM World Cup مع طارق الحناشي وبقية الفريق على IFM أحلى راديو. تونس بيت تحفلها في كأس العالم وتود المشجعين بأقوى بونيوس في تونس. ادخل من توا على www.tunisbet.com شارجي كونت متاعك من 10 دينارات للمليون وتمتع ب 100% بونيوس على قيمة الغشارج اللي تختارها ديلة المونديال. معناها كنت صب مليون تلقى زوز ملايين في الكونت متاعك. وللمزيد من المعلومات تواصلوا مع سيرفيس لايف تشات المتوفر على ذمتكم 24/7. ما تفلتش الفرصة, بونيوس عالم يستنى فيك على تونس.
طول السبات موقع رهانة الحقيقي. انتم تسمعوا في 90 دقيقة. شكرا لكم على المتابعة. نتأسف مرة أخرى على صوتي الغالب. هذي هو معناها هذي هو المرض إن شاء الله. لباس ولباس للناس الكل. نمشيو للمركز. غني الأطلال مليح. سمعت ليت يا سفين. ريت المراوغة. هذي هو سفين في حلته جديدة في عام 2024. باش نشوفوا حاجة أخرى. نمشيو لموضوع آخر. مركز ديمقراطية والمواطنة والتنمية قام ببعث 5 مراكز تجريبية الهدف منها خلق فرص تشغيل وتحسين الخدمات والوعي. معنا مباشرة عبر الهاتف ضيفتي خولة العامري مديرة مركز المواطنة والديمقراطية والتنمية من سيدي بوزيد مباشرة. مدام خولة مرحبا. عسلامة. صباح الخير. مرحبا بكم كل مستمعي ومستمعاتي. مرحبا مدام خولة. لو تعطينا بعجالة شنو أبرز المحاور اللي خدمتوا عليها في المركز هذا، خاصة ياخذوا نموذج اللي هو مركز سيدي بوزيد. المراكز الخمسة اللي كنت حكيت عليهم هما تبعثوا من 2017 في 5 ولايات في الجمهورية التونسية، صفاقس، الكيف، نابل، بن عروس وسيدي بوزيد. خدمنا على الإدوكاسيون فيزيك، على الحوكمة المحلية، وعلى خلق تشبيك ما بين منظمات المجتمع المدني المحلية في الولايات هذه وليزانستيتيسيون بوبليك، وزاد مع السيكتور بريفي خاصة من 2021 بدينا نخدموا على فاكس نتاع الانفيرونمون، ريادة المشاريع وتشجيع الشباب والنساء في الجهات الخمسة هذوما على بعث المشاريع وعلى المبادرات وعلى خلق فرص للتشغيل. وكنا معناها شاركنا في هذايا بتكوين الشباب والشباب في عدة محاور كما خلق مثلا مجامع نسائية تنموية مثلا في ولاية سيدي بوزيد الحنافة كل اللي هي ولاية فلاحية بامتياز. فبالشراكة مع وزارة المرأة شاركنا في خلق زوج مجامع تنموية في معتمدية سوق جديد، مجمع تنموي لتحويل المواد الفلاحية أكرو أليمونتيغ. وفي منزل بوزيين ساهمنا زيادة في بعث جدية أخرى اللي هي تعنى بتثمين الموروث الثقافي التقليدي نتاع جهة منزل بوزيين. مدام خولة، كما قلت لي سيدي بوزيد هي ولاية فلاحية بامتياز، زادة من أكثر الولايات اللي تعاني من نسبة البطالة. شنو قدم لهم المركز كما هكا؟ شنو قدم لهم؟ هل تم خلق فرص تشغيل؟ قديش كونتوا مثلا من امرأة خرجت اليوم نلقاها في سوق الشغل ويعني قاعدة تخدم ديجا في الميدان؟ بالضبط. هو رهان التشغيل وخلق فرص الانتصاب الحساب الخاص بالنسبة للشباب والنساء في جهة سيدي بوزيد هو معناها رهان كبير برشا اللي حاولنا نخدموا عليه مع لي ستركتور دابوي في الجهة ومع الجهات المعنية بالتشغيل كيما بيرو دومبلوا، اسباس انتربروندر، السونتر دافير، ولاية سيدي بوزيد. كوننا كما قلت لك عدد من النساء أكثر من 50 مرة مثلا تكونوا على بعث المشاريع اللي تثمن المواد الفلاحية الخضروات والغيرين موجودة في جهة سيدي بوزيد، ونعرفوا أكثر من 50% من المنتوج الفلاحي الوطني يتم إنتاجه في أراضي سيدي بوزيد. فحاولنا أنه ندعموا النساء بالخبرات وتكونوا على أيدي معناها خبراء في دورات تكوينية في اللف والتشكيف والتعليب والتخزين وبعث وتسيير مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن اللي خاطر كنت حكيت على جدية ولا سمسة، ونعرفوا دورها الكبير في انها تشغل النساء والباحثين على العمل، ايضا التصرف الاداري والمالي في المجامع التنموية هذه النسائية، دورات تكوينية في بناء الفريق وادارة الازمات والتسويق الالكتروني. وهذه
كل كي معناها المراكز هذه ومركزنا في جيبوزيد هو يعمل بتمويل من مؤسسة هانسايد الألمانية بشراكة مع رابطة تونسية للمواطنة والمستشارية البصرية اللي هو قدموا لنا الدعم المادي وترجمناه نحن حسب البزوة اللي موجود في الجهات متاعنا كيفاش نجموا ننفعوا الشباب ومشكل النساء فقط ولا النساء اللي يسكنوا في المناطق الريفية والمناطق الفلاحية أيضا حتى فئة الشباب اللي هم عندهم الفكرة ولكن ينقصهم التكوين ينقصهم الربط مع الستركتور دابوي على شان ريجيونال خلقناه خلقناها العلاقة هذيك في إنه عبيد تعرف شنو مدام خولة مدام خولة معك سفيان بن حميدة للتفاعل تو أنت حكيت على الاقتصاد التضامني والاجتماعي وتوا لو كونسيبت اون فوغ هو الشركات الاهليه عندكم شي نيه كيفاش باش ترافقوهم كيفاش باش تعملوا لهم كيفاش تعملوا معاهم كيفاش تصرفوا معاهم اذا فما داير مشاريع غادي كبش ديبوزيت في الشركات الأهلية فما شكون مازال يسأل على القانون نتاعها باش يعرف كيفاش معناها ينضوي تحتها لكن مبدئيا نحن رافقنا الناس اللي هما عندهم فكرة إنشاء جدية وبشراكة مع وزارة المرأة كوناهم وفرنا لهم الخبراء والجانب اللوجستي في جهة منزل البوزيان مثلا في شهر ماي عملنا دورة تكوينية في بعض المشاريع كيفاش يعرفوا يعملوا البيانسين داخل أفكار مشاريعهم من بزنس موديل كانفاس وكان بالشراكة مع ولاية سيدي بوزيد ناس معناها كانت عندها مجرد أفكار خرجت خدمة البيانسين متاعها تعرف كيفاش باش تسوق السلعة متاعها شنو البزوا أصلا تاع جهة منزل بوزيد شنو الأوراق اللي يلزمهم يخرجوا شنو الإدارة يعطيك الصحة مدام خولة يعطيك الصحة واضح شكرا لكم بالتوفيق مدام خولة مديرة مدام خولة العامري مديرة مركز المواطنة والديمقراطية والتنمية في سيدي بوزيد شكرا للناس كل شكرا لسفيان بن حميدة وطارق الكحلاوي مجيرو تار طارق جيب حذينا جيهين باش تعطينا الأخبار الميتيو بعد أنيسة مكشاح في الأخبار شكرا ليك أمين السعيدي في الأخراج شكرا ليك محمد في التنسيق شكرا ليك إيهاب وإيمان في الإخراج الرقمي تحية كبيرة العبير الزغدودي اللي تحيي فيها من وراء الكاميرا شكرا لكم